دراما كتير وكان مش حلو يعني، ختامه كان كتير بشع. انه بس هذه هي اللعبة، لازم نختار، وكل واحد كنا راح نخرجه يعني. الأكاديمي مش بيتنا يعني، احنا ضياف، كل واحد كل أسبوع دور أحد. أنا زعلت صراحة ليش من التوب فايف، أنا كنت حابة أكون هالجمعة من التوب فايف، وإن شاء الله الجمعة تجي. زعلت إيه، زعلت من التوب فايف، بس بذات الوقت كثير بنبسط لمحمد، أكيد بيستاهل يطلع الأول، ودائما أنا بقول له إنه هو دائما الأول وأكيد رح يبقى للأخير بستار أكاديمي. إنه حتى لو ما طلعنا بالتوب فايف هيدي الجمعة، هلا هي موتيفاسيون لإلنا تنشتغل زيادة كرمال الجمعة تجي. أنا مبسوط جدا وفرحان ان انا طلعت توب 1، ما كنتش متخيل والله العظيم، بس الحمد لله على قد ما اشتغلت على قد ما ربنا اداني. وطبعا ان شاء الله في مفاجآت وفي حاجات مستناني باذن الله، وهتبقى حاجات كويسه ان شاء الله، وبتمنى لكل واحد مننا والله العظيم ان اطلع توب 1. انا بحب كل الناس، ونفسي الناس بحالها تحبني ربع بس اللي انا بحبهم والله العظيم. مبسوط ان انا طلعت المره دي التوب 5، بس طماع وعايز اطلع المره اللي جايه احسن واحسن، اطلع توب 1. بس المره دي قدام محمد شاهين طلع توب 1، كان انا طلعت بالظبط. اليوم عيد ميلاد ابتسامه شباب. هابي بيرثدي صراحه ما كنتش متوقعه، سورتو انا كل حزين لانه علي طلع، وبصراحه مفاجأة زوينة. ميرسي بزاف، كنبغي نقول لكونديدا كاملين ميرسي بزاف بزاف يعني، كتير كتير، هلبة هلبة، برشا برشا، قوي قوي، كتير كتير، مش عارفة. أول شيء أنا فرحت لأني غنيت مع كاظم الساهر، حلمي، فنان عملاق، كل الطلاب يتمنون أنهم يغنون معه، هذا شيء حسيت إنجاز أنا حققته. هلا أول شيء أنا مبسوط كتير أنه إلي الشرف، وفرحان من كل قلبي اني غنيت للشام، غنيت ياما للشام، هي يعني هذا شرف لي كثير كبير. انا مبسوط لو غنيت الغنيه يعني باي حاله، مبسوط كثير بالغنيه انه عم غني شيء لبلدي، ومبسوط فرحان على فرحه عبد السلام انه حقق حلمه وغنى مع القيصر كاظم الساهر، ومبسوط كثير على رجعه الدعاء، ومبسوط من ريان وبتشكره على الدعم المعنوي والنفسي على كل شيء وقفوا معي. وبدي بارك لابتسام ان شاء الله هيك طولة العمر. اول اشي بحكي مبروك لدعاء عشان رجعت على الصدفة عندي، وبحكي مبروك للتوب 1 محمد شاهين، محمد شاهين توب 1 توب 1 توب 1 از توب 1 يعني، الف مبروك. و نعم يا حبيبي، والتوب 5 مينا، الف مبروك، والتوب 4 ليا، والتوب مش هنخلص، والتوب 6 مش راح نخلص. مبروك للجميع، وبحكي كل عام وانت بخير يا ابتسام. مبسوطه لان انا لسه ما خلصتش الحاجه اللي انا عايزه اعملها هنا، وبس، وكل سنه طيبه ابتسام. عيد ميلادها غريب شويه، والحمد لله ان اسماعيل رجع من اقوى الاصوات اللي هنا، وكل سنه وانتم طيبين، بس بتعيد الاضحى، وثانك يو سو ماتش. وسينو كان البرايم كتير حلو، وكلنا مبسوطين. وحابه اقول لمحمد مبروك، ومجرد ما هو طلع التوب 1 فهو شرفنا ورفع راسنا ومثلنا يعني. وحابة اقول لدعاء واسماعيل مبروك، وشدوا حيلكم في الايام اللي جاية، وكتير فعلا علي هيوحشني قوي، لانه هو كان شخصية مرحة جدا، وكلنا كنا بنحبه، وربنا يوفقه يا رب في حياته الجاية. وميرسي. أنا فرحانة لأن المرة الثانية في التوب 5، فرحانة للبرايم تعدى حلو، ومانيش فرحانة لخروج عليه.